دلوقتي معانا على التليفون حاوي الكرة المصرية الكابتن حماد عبد اللطيف. مساء الخير عليك وكل سنة وحضرتك طيب يا كابتن. 113 سنة وتاريخ كبير لنادي الزمالك، حضرتك جزء كبير جدا من التاريخ ده، تقول ايه النهاردة لكل جماهير نادي الزمالك؟ مساء الخير على حضرتك طبعا، وطبعا نادي الزمالك هو بيتي، هو حياتي. نادي الزمالك حاجة جميلة في حياتي وحياة كل زملكاوي، احنا بنعشق النادي، بنحب النادي، ربنا في النادي، لعبنا في النادي يوميا، متواجدين في نادي الزمالك، ده بيتنا. نادي الزمالك عشق يعني، احنا بنعشقه. مش موضوع البطولات كتيره او كده، وحته الانتماء دي اللي بتبقى موجوده تبقى حاجه طبعا متميزه جدا، اللي انت بتنتمي لشيء بتحبه وبتستمتع بيه. فنادي الزمالك بالنسبه لي متعه، يعني متعه. الزمالك بالنسبه لي ريح، بطولات، طفولة، شباب، كبر، كبر في السن، برضه كل واحد متواجد في النادي. فهو عمره الواحد يستغنى عن نادي الزمالك طبعا، خلاص حاجة جوانا من زمان يعني. كابتن حمادة، بعد بقى مشجع، إحساسك عامل إزاي؟ بعد سنين اللعب دي كلها بقيت مشجع، المشاعر أخبارها إيه؟ هي المشاعر ما بتتغيرش طبعا، دايما الانتماء موجود والحب موجود. طبعا عايز اشوف النادي بتاعي في احسن حاله، واخد بطولات، في استقرار اداري، في استقرار مادي، اكيد عايز اشوف الحاله اللي انا بحبها تكون احسن حاجه. فالمشاعر عمرها ما بتتغير. يمكن وانا بلعب كنت بسعى طبعا في الملعب اللي انا ادي انا وزمايلي عشان يوصل جماهير الزمالك ويجيب بطولات، لكن بعد ما الواحد كبر، انا دلوقتي شغال بطل محل في قناه نادي الزمالك، فاكيد بيبقى كلامي فني اكثر. ببقى عايز حتى لو في اخطاء فنيه بتكلم فيها، لان عايز اصلح بعض الاخطاء الفنيه اللي تبقى موجوده، لان ده المحب للنادي يبقى دايما شاف حاجه غلط فنيا فبيتكلم فيها، لان انا عايز نادي الزمالك دايما في احسن حال، فلازم اتكلم. اتكلم بس في مصلحه النادي، وعمري في يوم من الايام ما هتكلم ضد مصلحه النادي. طبعا كلنا بنقف جنب نادينا، اكيد اي نادي في العالم بيمر ببعض ظروف صعبه، بس مش معنى كده ان احنا هنسيبه، لا بالعكس، احنا لازم ندعم نادينا، لازم نحاول نجد حلول، مثل نقدر نشارك في المسؤولين سواء في مجلس الاداره او مسؤولين فنيين في الفريق الاول في قطاع المسؤولين، فعندنا خبرات نقدر ندعم بيها النادي، يكون للمصلحه العامه وليس لاي مصلحه شخصيه فقط. صحيح. كل سنه وحضرتك طيب وبخير يا كابتن، وكل الزملكاويه طيبين وبخير. 113 سنه زمالك، وباذن الله يعني الشغف ده وحاله الانتماء اللي مهما كان النادي بيمر بازمات مستمره، وحاله العشق اللي موجوده عند كل الجماهير الزملكاويه دي، يقابلها كمان رجوع نادي الزمالك لامجاده. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حماد عبد اللطيف، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.